إسرائيل وفلسطين، قضايا الفساد تطيح بنتنياهو وانتخابات مبكرة، الموساد الإسرائيلي يحفظ أمن دولة عربية على خطى غوانتيمالا، دول تنقل سفاراتها إلى القدس، اعتداء إسرائيلي يطال دولة عربية، انفجارات داخل تل أبيب تتبنها فصائل فلسطينية، حدث طارئ يشعل شرارة انتفاضة فلسطينية، شخصية قيادية فلسطينية في ذمة الله، مذبحة يقوم بها متطرفون يهود، وفاة شخصية إسرائيلية مهمة. إسرائيل تنجح بتكوين حلف أمريكي أوروبي لضرب إيران.